السفير العادل يا اخوان يرحب بكم، نسعد لخدمتكم. السفير العادل للاتحاد السعودي للرياضه الالكترونيه راح الرياض وراح البوليفارد وراح المعرض الجيمرز. يا اخوان كل زاويه كل مربع موجود في المكان في فعاليه، حرفيا اقسم بالله يومين ما تكفي. انا احتاج شهر انام بالبوليفارد. يا اخوان اللي حاب يشوف فعاليات، اللي حاب يستانس، اللي حاب يحجز تذاكر تلقون رابط تحت الديسكربشن، احجز وشوف ويكند، بس جرب يوم واحد وتشوف والله ترجع، انا متاكد ابصم لك وبترجع رمضان. استمتع بالمقطع. يا اخوان انا الان سوف اعقد صفقه مع رئيس هذا. انا قاعد يا اخوان قاعد اشيل مهمات ايش الهاكي، ولعلها صعبه شوي. اسمعني يا حضره هذا، تفضل. اول شيء معك اكل لو سمحت لاني احس اني بموت. تبي لحم؟ اي شيء عادي ما عندي مشكله يعني. الله يجزاك خير ويكتب اجرك يا حبيبي. سبحان الله يعني البحريه امن وامان هنا عندنا. اي اكيد الله يكيد طبعا. طيب شوف 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 الامن والامان، وانا واقف ما اسوي شيء قاعد انقذ لك العالم. حلو انت حركت العالم. شراك بالامن والامان هذا؟ لا لا انت حيل قوي. طيب اسمعني شوف قاعد اضبط ايش الهاكي، صح الكلام هذا ولا مو صح؟ اي صح صح. خلال مغامرتي وتجربتي بالهذا حصلت على فاكهتين، فاكهتين قوية قوية. ورني اياهم اشوفهم. يعني طبعا ماني معطيك اياها تخسي يعني بيني وبينك، بس عشان اوريك اياهم. ما بيهم يا رجل. هذه اول واحدة. اي حلو بعدين. حلو، والفاكهة الثانية حلوين؟ لا ابدا مو حلوين. ليه؟ شر فواكه زفت هذه. اي زفت؟ هذه فواكه زفت والله حرام عليك يا اخي. لا لا ما تبغى السلعه يا اخي. ما بخست، بس اسمعني اسمعني انا باي منك اي شيء، ما ابي خلها معك، ابيك بس تجي معي المقر لي 5 دقائق بس وروح. بتسوي طيب وش بنسوي بالمقر؟ بعطيك عرض. دقيقه بفكر بيني وبين نفسي. يا الله وش يسوي الشباب؟ يا الله. طيب حبيت اسالك سؤال يعني. تفضل. هل في ضمان ولا شيء؟ خاف يعني تقتلني ولا تقتلني ولا؟ ما عندي ولا شيء ابدا من التري، ما عندي ولا شيء، بس الفاكهه. وش فكرة؟ اتضوا بعد. طيب يعني امن وامان يعني؟ امن وامان مع البحرية، عيب عليك الكلام هذا. طيب ابغى اثبات يا اخي، ابغى اثبات. يا اخي ايش تبغى اثبات؟ انا بعطيك اياه. مستحيل اطلب نظارتك، نظارتك خايسة. لا لا ولا شيء. بعطيك هذا يلا. وش الجاكيت حق قوي يعني؟ لا هذا قوي في البيت والله مو هنا، هذا الجهاز تفضل والله ما يغلى عليك. الله يجزاك خير. ابوي امسك امسك سروالك امسك امسكه. الارمر حقي طلع اقوى. امسك امسك. طيب يا اخي ابغى اثبات، ابغى دليل معي بس يعني. يا اخي انت ما تصدقني انا. يا اخي افرض افرض انا مثلا بذبحك بالجنك، بقول لك تعال معي ولا الحين بصفك؟ صراحة يعني. صادق صادق في هذه النقطة صادق. طيب العرض لازم اروح المقر يعني، ما اقدر نسوي العرض هنا. تبي هنا بكيفك ما عندك مشكلة. والله؟ والله. خليني افكر بيني وبين نفسي. تبغى تشوف المقر؟ يمكن نقدر نزرف لنا شيء. خلاص خلاص اسمع نروح المقر احسن. تخبل التوتر. يمكن تسولف معه. هذا ابن الكلب يذبحني، اتمنى انه تسحبني المقر بسرعه لاني بموت. وش له؟ وش ذا؟ هذا المقر تحت البحر. السلك تحت البحر؟ اي تحت البحر. الحين هو المقر يبدا من هنا ولا هنا خلص ولا؟ مين حبي؟ تفضل. تفضل تفضل. حي عينك حي عينك. تفضل اطلع فوق ولا اروح يسار ولا اروح يمين ولا؟ فوق فوق. طيب بس عشان اعلمك ترى اخويك امس سرق كل شيء، ما خلى شيء تسرق يعني. من وين سرق؟ من وين؟ سرق كل شيء. من وين؟ من هنا؟ لا لا من فوق من فوق من فوق. نظامك تغرقني؟ لا لا اوكي. لا لا. طيب شوف حاب اقول لك حاجة يعني، اتوقع اني كشفت مدخلك السري. يلا هذا القوة يا عادل، واضح مخباكم، واضح والله اوضح شيء، لوحة على مربع كامل. هذا مو مخبى شباب. مو مخبى هذا، امس كان احنا في صندوق ذهبي والكتاب المحرر، وانا كان في السيف. ويك اخذها من الحبش. خلاص اجي خلنا نرجع الاخ. يعني هذا اللابتوب الحين ولا؟ اي لابتوب. معلش معلش سامح سامح، المفروض اني ما المس الشيء مو ممتلكاتي، اسف. بعطيك عرض بسيط، المقابل ابسط. لا لا ما وافق ما وافق ما وافق. ما قلت شيء يا اخي. معلش. شوف انا ما راح اقول لك اغدر وياك روح تروح، لا بالعكس خليك معاهم، بس ابيك تصير من السي بي 9. يعني عميل سري يعني. طيب حبيبي اصير شغال بالحكومه. طيب يعني انت مثل معانا بندرب بنخليك قوي. بس الشباب بيشكون فيني فجاه صرت حيل غوي. لا مو انت قبل شيء قاصد تدربت ما شاء الله وشقت الوحوش كلهم. صادق هذه صادق. الحين قوي يعني يمديك تذبحني. طيب انا اشترط شرط، بما ان فاكهتي فاكهه انل انا باغراض انل عشان اقدر استعمل ايقاظ الفاكهه. بس هذا شرطك. والله شكله مو حيل غوي. اصبر باقي شرط ثاني يا جد، اصبر خليني افكر. طيب بروح الزاويه بفكر بالشرط. وجهي ها هي الزاويه هنا الزاويه. روح لو سمحت ممكن تروح بعيد. انا قائد الاسطول عادل انا. هلا انا مثلا هذا اللابتوب سلام يا ولد. هذا كم هذا 2012؟ لا معلش معلش معلش، لكن دخلت عليك. ناميس. معليش معليش انت انتهكت الخصوصيه. معليش اسف. انت ايش كنت بتعطيني يعني؟ ايش بتعطيني؟ بعطيك شيء هذا. اسلم. ايوه اي ما راح اعطيك الحين ترى.
ها اعطني كل شروطك وانا بعطيك شروطك بعطيك اياها بعدين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم ابي نستعين. اول حاجه ابغى هاكي. هذا انا بعطيك مني هديه مو شرط. ها يعني انت تعطيني هاكي هديه؟ انت تعرف كيفيه التفاوض ولا هذه اول مره لك؟ سامحني والله اول مره اتفاوض معها، يمكن عشان نظارتك توتر بس ما ادري. اسمع انت علمني ايش تبغى مني بس توعد اني تعطيني اشياء يعني حيل قويه. والله بصبط والله تراني قناص انا ماني بسياف تعطيني تصرفني بسيف. انا بس ضبط خير. شوف معك هذا او هذا او هذا او هذا. بس عيد مره ثانيه عيد مره ثانيه. يا هذا ايوه يا هذا اشياء قويه مره يعني توب التوب صراحه. من راح الطلقة؟ هذه الطلقة مغلفة بلاكن كذا. صادق والله؟ طب اعطني كل البوات وانا بختار منهم برجع لك اللي ما ابغاه. ابوي معطيني اسلحة خربانة. انت الحين سنايبر صح؟ ايه هذه قدرات. طب انت باقي ما فتحت الخواص. طيب اوه يلا الله يعطيكم العافية كثر خيركم. ثاني ما ايوه تفضل تفضل ما خلصت. اي واحد عجبك الحين؟ طيب اسمع ايش رايك اعلمك على السيافه؟ يعني ايش رايك يعني احول سيافه؟ دقيقه افكر بالموضوع. انا قررت اني احول يعني السيافه. ايوه اسلم عط طلباتك. تعلمني على السيافه يعني كامل يعني. ابشر ما طلبت شيء والله. وش عندكم سيوف؟ طيب وصلني كلام ان معكم سيف ميهوك ولا؟ سيف ميهوك خلص والله. خلص. اجل خلاص الله يوفقكم. لا 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 تعال 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 شو اقول منك. بطلع 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 خلاص. لا خلاص في السكين حقها تعال. ما تصرفني بخنجر. لا تستهين فيها ترى هذه شقة زورو ترى. عطني شوف عطني شوف كذا شق وجهك. لا لا خلنا شوف دقيقة. طب لو سمحت ابغى اجرب على وجهك شوي. طيب ما عندك هاكي؟ طيب صار ظلمت الدنيا ليه؟ تأثير فاكهتي. شم ريحة خاي. لا 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 مستحيل الكلام. هذا السيف قوي ترى. هذا هذا. سيف من هو؟ سيف هو سيف من؟ عطني عطني اشوف. اختار السيف اللي يعجبك وراح اغلف لك بالكاركس. ايش رايك بالفكرة؟ سيف انما يعني ايش صار عليه؟ هذا مستحيل يخلص يعني سيف انما فهمت؟ انت لو شلته راح تموت المشكلة. والله معليش بس الصراحة. صادق هذه صادق والله اتفق معك. طبعا ترى الخنجر فوق البيعة ها؟ اي ما عليك هدية يلا سامح فيها. ترى ما هو خنجر هذا سكين بصل. لا لا. ايوه شوف ابغى اجرب عليك يا اخي بجرب على ذي وياك وش اخرك وراك تتكلم عربي فصحى وش اجرب على وش بجرب اجرب السيف تعرف انا صادق معاك قد كلمتي شلون واضح نجرب علي انت دمشت العمر النظام بس طاق دمشت كثير ايوه لا 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 معليش معليش حضره القائد لا لا مستحيل الكلام هذا يلا الله يجزاك خير ويكتب اجركم بالعكس انتم امنتوا البلد الان انا الان سوف ادافع عن اي احد في العالم شو سلامات شو هي لا 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 بس امن امان عرفت لا 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 يا كابتن لا 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 بالعكس ايش باقي لي ايش باقي لي من تعطيني من عروض طورني بالهاكي انا اشوف يعني ايه بعطيك هاكي وبعلمك على السيافه كامله تم 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 طيب انت الحين ما سمعت عرضي يعني انت قاعد تزرفني اه صح معلش قال لك توني مرتدي بمفاوضات تفضل ابيك تسوي اول شيء مع المخابرات السي بي 9 حلو ثاني شيء تعطيني المعلومات اي رحله مع اخوياك اي فاكهه تجيهم طيب انا اطلب حاجه اذا صار مثلا غدروا فيني الشاب اطلب لجوء عندكم اكيد اطلب حياك يعني تحموني يعني انت الحين تحمتنا على فكره بس المشكله مو فينا يا حضره انت حضره ايش لو سمحت قائد الاسطول لو سمحت قائد الاسطول لو ادخل عليهم بطقمي ذا والسكين والسيف مو خاين الا بيلعون شكلي طب انت خبيه ايش اطلع خليك ذكي شوي يعني مثلا احنا رايحين نكتشف شيء اقول لهم اوه طلعت السلاح هذا الله كذا ايه اسمع عندكم رمح انل برجع سيفي اذا عندك رمح انل الله يطول هذا هو اشوف حط شوف ايه هذا شكله هذا هو اشوف حطني انزل نشوف طيب خلاص تم 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 انا موافق بس اذا هذا تطلبوا لي طلب اللجوء سياسي يعني اذا صار لي شيء اجي عندكم موافق بس عندي شرط ثاني خفيف بسيط شرط خفاف الى الطاف يعني ما هي هذا شفت اخوي امس اللي جبته انا هنا وكسر وفرق اللي سرق منكم الاغراض والدنيا انتم رايحين للحجر تبون بليف ايوه شوف بسوي ما اعرف يعني بعد ما انتم تروحون ابيك تاخذ على جنب وتجيب لي راسه اصبر 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 ابغى اغير الجلسه دقيقه اطلق سام مع السفينه حق خليه يغرق يموت صح؟ يعني بشكل يعني بغير المباغت يعني بعد ما تختاره ابيك تجيني هنا تاخذ راسه طهنه شوف هذا بلوكه حطه يا حط راسه هنا راسه حط راسه هنا بس يا اخي يا حضره قائد الاسطول انت تعرف كم مكافاته هو؟ واحد بلي يعني اقل يعني شفت الاصفار حقتي انا يعني مكافاتي 800 الارقام اللي يعني مين اعلى منه فازهلني اسهلني بالموضوع ذا ازهلني بس انت ترى هو قوي امس وصلك اشياء قويه تعال خلنا ندربك شوي الله يجزاكم خير يعني الله ينفع فيكم البلد قل امين الله ينفع فينا
صح معليش نسيت معليش نسيت اني معكم معليش معليش يلا اطيب شيء انا بروح اجيب علاج نفسي حبيبي الله يستر عليك وابد تراني في خدمة الوطن وخدمة الحكومة يعني يوه